أدوات الربط في اللغة الفرنسية لكونجونكسيون. سوف نشاهد في هذا الفيديو أنواع أدوات الربط، بعض أدوات الربط مترجمة، وكيفية استخدام هذه الأدوات. La conjonction est un mot invariable. أداة الربط هي كلمة ثابتة ولا تتغير، وتنقسم إلى نوعين: les conjonctions simples، أدوات الربط البسيطة وتتكون من كلمة واحدة فقط، والنوع الثاني هو les conjonctions composées، أدوات الربط المركبة وتتكون من كلمتين أو ثلاث كلمات. وتعتبر هذه الكلمات التي تشاهدونها في الجدول من بين أدوات الربط الأكثر استعمالا. ونأخذ بعض الأمثلة المترجمة: parce que، لأن، puisque، بما أن، attendu que أو vu que، نظرا لأن، étant donné que، بما أن، grâce à، بفضل، à cause de أو en raison de، بسبب، jusqu'à، إلى غاية، presque، تقريبا، lorsque، عندما، encore، أيضا، ainsi que، وكذلك. J'ai acheté des livres et des stylos. نلاحظ أن كلمة الربط أي جمعت بين الكلمتين des livres et des stylos. Cet été nous irons à la mer ou à la montagne. أداة الربط أو جمعت بين الكلمتين la mer, la montagne. Cette route est jolie mais dangereuse. أداة الربط مي جمعت بين الكلمتين jolie, dangereuse. ويمكن كذلك استخدام أداة الربط للجمع بين جملتين، ونأخذ هذا المثال: elle est allée au marché، elle est retournée chez elle. وباستخدام أداة الربط puis تصبح الجملة elle est allée au marché puis elle est retournée chez elle. ونأخذ مثال آخر: elle ne peut pas aller se promener، son vélo est cassé. باستخدام أداة الربط car تصبح الجملة elle ne peut pas aller se promener car son vélo est cassé. نأخذ هذا المثال الأخير: j'ai beaucoup d'amis، je suis content. باستخدام أداة الربط donc تصبح الجملة j'ai beaucoup d'amis donc je suis content. وكما شاهدنا سابقا، فهذه الأدوات الأكثر استعمالا يجب حفظها عن ظهر قلب. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك. إلى اللقاء.